السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم المفضلة. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح لعبة مونوبولي، اللعبة اللي بتشبه في لعبها كتير لعبة بنك الحظ، ولكن في بعض الاختلافات بين اللعبتين هنوضحها مع بعض بإذن الله خلال الفيديو ده. بنبدأ نلعب اللعبة زي بنك الحظ وبنرمي الزهر وبنمشي خلال البلاد دي وهكذا. لعبة مونوبولي ممكن يلعبها 6 أشخاص مع بعض. بيبدأ كل شخص اللعبة وياخد 15,000 جنيه في البداية، ومع كل لفة الشخص بيلفها بعد ما يرمي الزهر وكده ويبدأ يمشي يتحرك يتحرك يتحرك، مع كل لفة بياخد 2000 جنيه كمرتب. من الاختلافات بين اللعبتين، لعبة مونوبولي وبنك الحظ، الخانة دي مثلا، الخانة دي اسمها ضريبة الدخل. اللي بيقف فيها من الأشخاص اللي بتلعب بيدفع 1000 جنيه. كمان الخانة دي اسمها ضرايب، اللي بيقف فيها بيدفع 500 جنيه. بالنسبة للبلاد اللي الشخص بيمشي فيها، لو في شخص من الأشخاص اللي بتلعب كون 3 بلاد من لون واحد، زي مثلا اللون ده أو اللون ده أو اللون ده، بيحق له إن هو يبني منازل في البلاد دي، وبيكون له ان هو يبني 4 منازل في كل بلد، ولكن مش الـ4 كلهم مع بعض، لا، وليكن مثلا هنا 2 وهنا 2 وهكذا. في حاجة اسمها محطة قطر موجودة هنا، اللي هي دي، ودي برضو محطة قطر، ودي برضو محطة قطر، ودي برضو محطة قطر. لو واحد من الناس اللي بتلعب وقف فيها بيدفع إيجارها ويأجرها. طب لو وقف هنا وهنا في المحطتين ديت وديت، بيدفع إيجار الاتنين، بيدفع الضعف بتاع الإيجار. طب لو وقف هنا كمان بيدفع برضو الضعف. طب لو وقف هنا كمان بيدفع 4 أضعاف إيجار محطة القطر. في خانة اسمها خانة الفرصة، اللي هي دي، ودي بتعبر عن الفرصة. وفي حاجة اسمها صندوق الجماعة، اللي هي دي، ودي بتعبر عن صندوق الجماعة. خانة الفرصة وصندوق الجماعة دول لهم مجموعة من القوانين الخاصة بيهم، وفي منها القوانين اللي بتشبه قوانين لعبة بنك الحظ في النقطة ديت. يعني بالنسبة للسجن، ده السجن، اللاعب بيبدأ يلعب ويمشي ويمشي ويمشي، يرمي الزهر ويمشي ويمشي لحد ما يجي على الخانة دي. لو وقف فيها الخانة دي معناها ان هو يذهب للسجن، ده السجن. والسجن هنا له قوانين خاصة بيه. اللي بيدخل السجن ممكن يدفع 50 ويخرج، او ممكن يلعب بالزهر ولو جاب ثلاث ارقام زي بعض في الـ3 مرات، يعني مثلا 4 و4، 5 و5 وهكذا، يخرج من السجن. طب لو لعب 3 مرات، في المرتين اللي في الاول جاب ارقام زي بعض وفي المرة الثالثة لا، اجباري بيدفع الغرامة وبيخرج من السجن. في حاجة عندنا اسمها شركة الكهرباء، اللي هي دي، ودي شركة المياه. شركة الكهرباء أو شركة المياه، لو واحد وقف فيهم، لو واحد وقف مثلا هنا في شركة الكهرباء واشتريها، أي حد من الأشخاص التانيين بيقف فيها بيدفع له 4 أضعاف الزهر. طب لو واحد اشترى شركة المياه ووقف فيها برضه نفس الكلام،
اللي بيوفر من الاشخاص التانيين بيدفع له 4 اضعاف الظهر، بس لو اشترى شركة الكهرباء لوحدها او المياه لوحدها. طب لو اشترى الاتنين مع بعض، اللي بيقف فيهم بيدفع له 10 اضعاف الظهر. وفي اللعبة دي اللي بيجيب رقمين زي بعض، واحد واحد، اتنين واتنين، وهكذا، بيلعب وبيلعب تاني كمان مرة. تمام. بالنسبة للجزء للمربع ده، دي منطقة اسمها فري باركنج، عادي ما فيهاش حاجة يعني. وتمن البلاد هنا في اللعبة دي بيبقى بال1000 جنيه، يعني مثلا بلد ب1000 جنيه، بلد ب1200، وهكذا. تمام. بيتهيألي كده احنا غطينا جزء كبير من اللعبة، ان لم يكن اللعبة كلها. يعني هي اللعبة بسيطة وما فيهاش حاجة، بس محتاجة شوية يعني، محتاجة ممارسة، شوية ممارسة يعني. تمام. واي حاجة تانية يعني، لو في اي حاجة تانية في اللعبة يقدر الشخص يعرفها مع الممارسة بتاعت اللعبة يعني. واللعبة دي ممكن اي شخص يلعبها عن طريق النت، من خلال ان هو يدخل على صفحة جوجل زي كده ويكتب لعبة مونوبولي اونلاين، ويختار مونوبولي لعبة على الانترنت مجاني. تمام. بعد كده ينزل لحد ما اللعبة تحمل هنا. ويختار بلاي. يبدأ يقول له هاو ميني بلايرز، عدد اللي هيلعبوا كام، 2 ولا 3 ولا 4. احنا قلنا ممكن لحد 6، نختار 2 مثلا. دلوقتي نكتب اسمه وليكن اي اسم، سكيب، نختار 2 وليكن اي اسم مثلا، اي حاجة، نكتب احمد مثلا، ونختار لون كولر، ونختار تيك توكن الشكل اللي هيلعب بيه على اللعبة يعني، ونكتب مثلا محمد، ده الاسم التاني، ونختار لون، ونختار الشكل التاني اللي هيمشي بيه، ونكست. بعد كده بنبدأ نرمي الزهرة، ونختار على دي. نختار الزهرة دي كده ونرمي، بتبدأ تترمي اهي، جاب 3 3 و6، فبيبدأ يتحرك من هنا كده، 1 2 3 4 5 6. سبعة، ثمانية، 9 كده، ال6 وال3 وهكذا. بيبدأ الشخص يلعب ويمشي مع الزهر، ويمشي مع البلاد وهكذا. اللعبة بسيطة بس محتاجة شوية ممارسة زي ما قلنا. هسيب لكم برضو لينك اللعبة ده في وصف الفيديو، بحيث لو حد عايز يلعبها اونلاين على النت. ولو في اي سؤال ولا حاجة، حد حابب يستفسر عن حاجة في اللعبة، ممكن يكتب لنا في التعليقات، وبإذن الله نجاوب عليه يعني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.